انطلاق مشاورات أحزاب الكنيسة المنتخبة مع الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة المقبلة. ردود فعل متباينة في الشارع الإسرائيلي إزاء ضم الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي. واشتيا يترأس أول اجتماع للحكومة الفلسطينية 18. شرع الرئيس الإسرائيلي روفن ريفلين بمشاورات خاصة لاختيار رئيس الحزب الذي سيكلفه بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وذلك في مقر الرئاسة الإسرائيلية. وأعرب مندوب حزب الليكود أثناء مشاوراتهم مع ريفلين عن تطلعات رئيس حزبهم بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة بالاعتماد على ائتلاف حكومي يجمع العدد المطلوب من توصيات النواب في الكنيست. هذا واستقبل الرئيس الإسرائيلي وفد كحول لافان برئاسة جابي أشكنازي الذي رفض مقترح الائتلاف مع الليكود لتشكيل الحكومة المقبلة، معربا عن موقف حزبه بعدم الرغبة بالعمل ضمن حكومة وحدة وطنية إسرائيلية. على ضوء فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا في انتخابات الكنيست، ينتظر حلفاؤه وأنصاره تحقيق أحد وعوده الانتخابية بضم مستوطنات الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، وعود لاقت ردود فعل متباينة في الشارع الإسرائيلي. خلت الجدة العربية هي ككل أرض إسرائيل היא שלנו, חייבת לחזור להיות שלנו פורמלית. זה גם לטובת מדינת ישראל שיהיה הסיפוח הזה. בעצם את ה-2.5 מיליון פלסטינאים יכולים להיכנס לשטח ישראל ולקבל את כל הזכויות. ככה וככה ישראל לא יכולה לגרש אותם ולפגוע בהם. אם היא תיתן להם את הזכויות, לא יהיה לה מלחמה איתם והכל יהיה בסדר. وعلى الرغم من فوز اليمين إلا أن هنالك أصوات مغايرة اثترى بمخطط ضم الضفة الغربية قد يدمر المنطقة، كما من شأنه أن يقضي على حلم حل الدولتين. لا بعد بروبو إلا أني بعد لأخزير את كل ما يشوفين عربيين عريم عربيات אבל הישובים היהודים שישארו במקומם، אבל بعد לא לספח שטחים מאוכלסים למדינת ישראל. אני רוצה שלום, אני רוצה שיהיה כבוד לשני המדינות, לשני העמים. אני יכול לעשות לך איתך שלום, ומלך אני גר פה ותדבר איתי. זה לא עובד ככה. مخططات عدوانية عنصرية يسعى إليها نتنياهو في رئاسته الجديدة، وعلى رأسها مخطط ضم البؤر الاستيطانية إلى السيادة الإسرائيلية، والتي على الأرجح ستقابلها شعلة جديدة من الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني حديث العهد محمد اشتيا خلال ترأسه الجلسة الأولى للحكومة الفلسطينية 18 إن استراتيجية حكومته تتمثل بتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي. وأوضح اشتيا أنه طلب اجتماعا للمانحين في 30 من الشهر الجاري لإطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكدا على توفير الحماية والمساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين على حد تعبيره. وتطرق اشتيا إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قائلا إن ممارسات إسرائيل مدمرة لعملية السلام، سواء نقل السفارة إلى القدس أو بناء المستوطنات. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن محافظ القدس عدنان غيث بشروط مقيدة عقب اعتقاله من منزله في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة. وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود أن الاحتلال أفرج عن المحافظ غيث بشرط دفع غرامة مالية بقيمة 1000 شيكل، ومنعه من التواصل مع شخصيات وزملاء في عمله لمدة أسبوع. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد اعتقل المحافظ عدنان غيث ومنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر بموجب أمر عسكري صدر عقب اعتقاله لعدة مرات. لا تمل حكومات إسرائيل المتعاقبة بابتكار طرق تضيق الخناق على مواطنيها الفلسطينيين،
ولا تنحصر هذه التضييقات على مصادرة الأراضي وهدم البيوت فحسب، بل تصل حد استهداف الطعام والطبق الفلسطيني. رفضا لهذه السياسات، أقيمت أمسية تراثية بمبادرة من طاقم المهارات الشبابية في قرية الريني. السؤال اللي بنسأل أو إنه ليه؟ السؤال هو ليه؟ يعني أبسط الأشياء هاي، إيش المشكلة إن أنا أروح ألقط زعتر، أعمل زعتر بالبيت أكل؟ ليه يكون في منع لهذا الإشي؟ فحسيت إنه نوعاً ما إنه الإشي مؤذي، لأنه يعني اللي أنا متعودة إنه ألقط، أو ستة كانت تلقط، أو مرة واحدة بدنا نبطل نلقط وبدي يكون عندها خوف إنه ممنوع نلقط. الزعتر، العكوب والميرمية مكونات أساسية للمطبخ الفلسطيني، تمنع السلطات الإسرائيلية المزارع الفلسطينية من قطفها بذرائع متعددة، كما تفرض على من يقطفها غرامات بآلاف الشواكل، وقد تؤول بهم إلى السجن، إجراءات لا يجد الفلسطينيون أي مبرر لها. البحث اللي أجريته في الموضوع هذا خلال دراستي بورجي أنه السياق اللي عم نحكي عليه أو أنه هذا المنع بيتضمن كثير أكثر من مجرد محاولات لتبريره بغطاء علمي، بتضح أنه فيش أساس علمي متين للمنع هذا، وهو عبارة عن محاولة أخرى اللي بتقع في سياق محاولات كثيرة لفصل الإنسان الفلسطيني عن هويته، عن الأرض، عن علاقته بالطبيعة والأكل. الطعام، اللباس والرقص الشعبي، جميعها مركبات يتكون منها التراث الفلسطيني وتبنى على أساسها الهوية والانتماء إلى هذا الوطن، تراث يدأب الفلسطينيون على إحيائه رغم كافة المحاولات الإسرائيلية التي تسعى إلى طمسه وتحريفه. عقول هايتك مبدعة ومبادرة بمدرسة شقيب السلام الشاملة في النقب رسمت الدهشة على وجوه الحضور حين استطاعت بناء بيوت ذكية وسيارات وطائرات مسيرة يتم التحكم بها عن بعد. احنا عندنا مراكز في المدرسة اللي بيشتغلوا فيه هنا اولاد، اذا بتفوت على المختبرات في المدرسة بتشوف ان في عدة اولاد بيشتغلوا تقريبا كل اليوم على اشياء اللي هي بتطور اجهزة وتطور اشياء تكنولوجية اللي في اللي اليوم احنا في عهد التكنولوجيا، كل شيء بيشتغل تكنولوجيا. كان العمل تبعنا مشترك، كان شيء ناجح، احنا كان الاساس تبعنا ان نشتغل يعني على نطلع طائرة مسيرة ناجحة ويعني نرفع راسنا فيها قدام المدرسة. المشاريع العلمية التي تقوم عليها سمارتك والتي تبنت طلاب قسم الفيزياء والإلكترونيكا في المدرسة أدت إلى تحفيز الطلاب المخترعين في قلب بيئة داعمة تطور مهارات التفكير والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الهدف العلمي. لما نعطي الأولاد موضوع الطائرات المحلقة وموضوع الأردينيو موضوع الحاسوب موضوع يصبح الطالب في الجنوب جزء من العولمة اللي هي عمليا وضع الطالب في شقيب السلام أو في حورة أو في نيويورك أو في أمريكا في نفس القالب زي باقي الطلاب. أنا اشتغلت على البيت الذكي، البيت الذكي تبعي إيش بيسوي؟ لما تكون برا البيت بدك تشتغل على بدون زرور على التلفون الحوتي بالعبراني بالعربي عن بعد، تحكم عن بعد، بتحكم في الشبابيك في أي شيء، والسيارات اللي عندنا هذول إيش بيسوون؟ بتحرك التحكم عن البلوتوث، هذا إيش بيفيدنا كمان؟ بيفيدنا بعدين لما بدك تشتغل على في الجامعة وتتعلم كود اللي هو البرمجة، يعني بيفيدك ويحط لك أساسيات. من خلال الدمج بين مواد متطورة لتنمية التعليم الذاتي ومشاريع شيقة ومنظومات ذكية استطاع الطلاب والطالبات الإبداع وتحقيق الحلم، والسماء هي الحدود. ترتيب الأمور أصدر عددا من القرارات. قال الفريق شمس الدين كباشي شنتو المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان إن المجلس أحال وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد وعين مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. كان لا زال بالخدمة وكان القرار بإعفائه للتقاعد بالمعاش. وأضاف شنتو أن الفريق أبو بكر مصطفى سيحل محل صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش في منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وأعلن شنتو أيضا إعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف
وقال إن المجلس سيطلق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي. وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن الجيش مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة. وقال الفريق عمر زين العابدين وهو عضو أيضاً في المجلس إنه سيكون أمام المعارضة أسبوع لتقديم اقتراحاتها. ودعا تجمع المهنيين السودانيين وهو الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات في السودان، دعا إلى تسليم السلطة فوراً لحكومة انتقالية مدنية، قائلاً إنه سيواصل الاحتجاجات في الشوارع وسيمارس كل أشكال الضغط السلمي حتى تتحقق ما وصفها بأهداف الثورة. انطلاق مشاورات أحزاب الكنيسة المنتخبة مع الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة المقبلة. ردود فعل متباينة في الشارع الإسرائيلي إزاء ضم الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي. واشتيا يترأس أول اجتماع للحكومة الفلسطينية 18.